السلام عليكم. اليوم نذهب إلى ملعب تويرا، حيث أنه بدأت عملية وضع الألواح الإلكترونية، يعني الصبورة الإلكترونية في الملعب. والشيء الجميل أنه اللوحات هذه سوف تعلق في السقف، عوض أن تحط على المدرجات اللي تتنقص يعني من السعة نتاع الملعب. وهذا شيء جميل، وإن شاء الله الأشغال تأخذ وتيرة جيدة باش تكتمل، ونحط الترشيح نتاعنا لتنظيم كأس إفريقيا في 2025. نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.